دوس سانتوس دالماو دالماو كرة قصيرة ممتازة خروج من ميسادة التسلل الخطيرة للبارسا وهدف ثاني لبارسا على طريقة الكبار على طريقة ليونيل ميسي بعد توزيعة وتمريرة من داني ألفيش يا لها من كرة جميلة وقصيرة ورائعة هنا صور كما أردت أن تصور وكيف ما تصور وأن ما تصور صور الإبداع صور المتعة والإقناع مارتي ريفيرولا يمنح البارسا التقدم في النتيجة الشبان كانوا في الفريق الأول أو في ثاني هم الذين يتمكنون من التفوق هم الذين يعطون دفعا معنويا للفريق الأول لأن يتدرب بالشكل الممتع والمقنع لملاقاة الغريم الريال في السوبر الإسباني في يوم السبت المقبل.